بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم، في فيديو جديد فيه فائدة بإذن الله. سبب مجيء الميت إلينا في المنام، أسباب عديدة إخواني الكرام اختلف فيها كثير من العلماء وكثير من الناس، كل واحد يقول لك كلام فيبقى الإنسان متشكك. أردت في هذا الفيديو أن أزيل عليك بعض الشكوك ربما أنت تراها صائبة وقد تراها خاطئة في مواضيع كثيرة، وأجيبك بدليل قاطع بإذن الله. الله ماذا قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر؟ إنك ميت وإنهم ميتون، كلنا سنموت وكل نفس ذائقة الموت هو الذي يتوفاكم، يعني كل هذا في آيات متعددة من القرآن الكريم. إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى لما ننام في الليل يعتبر موتى صغرى، والميت الذي قضى وذهب إلى عالم البرزخ في الميتة الكبرى، يعني هذا الميتة الكبرى التي بعدها سيستيقظ. نحن كنا أموات فأحيانا الله ثم يميتنا ثم يحيينا، هذا هو الحق. هل فيكم واحد يعلم قبل ميلاده ماذا كان يفعل؟ لا يوجد. إذا إخواني الكرام، فرؤية الأموات تعتبر بنسبة 80% حقيقية وصحيحة في أغلبها، لأن الله قال في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من كل شيطان رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفانا بالليل، نحن عبارة على أموات، الروح الله أعلم تكون مقبوضة، يعني التقاؤك مع الميت هنا إخواني الكرام يعتبر أمر قريب جدا، يعني في أغلب حالاته، لا نقول في الكل، قد يكون حقيقة، لأن في بعض الرؤى يأتي الميت ويدعو الإنسان مثلا إلى أن يفعل سوء أو يجامع محارمه أو يضرب والده أو مثلا يدعوه إلى أن يطعن، هذا شيطان إخوان الكرام يتجسد لك بشكل ذلك الميت، لأن الشيطان يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة، شيء وحيد لا يستطيع أن يتجسد في صورة رسول الله أو الأنبياء والرسل الآخرين، صعب جدا. هذا لحديث أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتجسد بي. تبقى الآن الحالة التي رأيت عليها الميت. الميت إخواني الكرام بصفة عامة، إذا رأيت أنه يعطيك فهذا أمر محمود، وإذا رأيت أنه يأخذ منك فإنه ليس أقول لك مكروه، لكن اصبر، لكن ستبتلى شوي فلتصبر على ما آتاك. وقد تأتي زيارة الميت القريب إلى واحد من أهله حسب درجة المحبة وحسب معزتك ومعزته عليك. فمثلا إخواني الكرام، في حكاية هي طويلة شوي لكن نأخذها على باب تجربة. جربوا إخواني الكرام أن تأكلوا في الليل شيء مالح جدا أو حلو جدا ولا تشربوا ماء ونم. جربوا وقولوا لي ماذا ترون بعدها. هذا بدليل العلماء، يا إما سترى أن المياه وتشرب من بئر، يا إما سترى النحل وسترى السكر وسترى يعني من يعطيك ماء ولا يعني نفس في كلتا الحالتين سترى ماء. في كلتا الحالتين سترى ما. كذلك تأتي مثلا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجة محبتك له، كذلك تأتيك رؤيا الميت على درجة المحبة والثقة التي كانت بينكم. هذا هو الذي حبيت أوضحه للناس إخواني الكرام. والموت كما تعلمون أنه حق، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الملك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شوفوا ما أجمل هذه الكلمات، يعني الربانية. فهنا إخواني الكرام، الميت مثلا يخاف الناس، يقول لك رأيت الميت يأخذني إلى مكان مثلا وأنا يعني في المنام مرتاح ولكن أفقت خائف. يأخذك الميت ليس موتا، في حالات كثيرة ليس موتك وليس قرب أجل، ربما هذا الميت قد يدعوك إلى أن تبتعد عن طريق ما، وربما هذا الميت يدعوك إلى أن تبتعد على شخص معين، وخاصة البنات في هذا الزمن عندما تتعلق بإنسان لا تعرف لا أصل ولا فصله ولا دينه ولا خلقه، وتتمسك وتقول لك أحبه ويعني لا أتزوج بعد أي شخص، وتواجه كل العالم من أجله. فمثلا يأتيك الميت ويبعدك عن ذلك البيت، يأخذك إلى مكان، والميت هذا عزيز عليك، أبوك أمك عمك شخص تحبه صديقك، ويأخذك إلى مكان مثلا وأنت تكون في سيارة معه أو غيرها، فهذا دلالة أنه يريدك أن تبتعد، هو أمر من الله. إذا أتاك الميت وبشرك بشيء فإنه أيضا هذا الميت مثلا يقول لك حقيقة،
إذا أتاك ونهاك عن شيء فانتهي عنه، إذا أتاك وأوصاك على شيء فكن أمينا على تلك الأمانة، لأن الأموات إخوان الكرام يأملون في الأحياء خيرا، لأنهم يتمنون لو يعودوا للدنيا ويركعوا أو يسجدوا سجدة واحدة لله. فهمتم المقصد منها إخواني؟ يعني إن شاء الله يكون مفهوم الأمر هذا. يعني رؤية الأموات حق في أغلبها بنسبة أقول لك 90-80%، إلا في حالات بسيطة. كل ما يدعوك إليه أمر طيب وهو حق، وإذا رأيت عليه وسخ أو رأيته باليا أو رأيت ملابسه ممزقة أو كذا، فهذا الميت يطلب منك يا إما صدقة، يا إما إصلاح أمر في أهل بيته، يا إما أن تدعوهم إلى أن يتوبوا، يا إما يدعوك أنت وينبهك بحاله هو كي لا تقع أو لا يقع لك ما وقع له لا قدر الله بعد عمر طويل. وإخواني الكرام، دائما يبقى هذا العالم أو هذا العلم عفوا علم مفتوح، يعتمد على حالة الرأي وقربه من ذلك الميت، مجهول معروف. يعني فهمتم المقصد إخواني؟ أتمنى أن تكون فهمتوا. يعني الحالة التي تربط أو الحالة النفسية والاجتماعية التي تربط الميت بذلك الحي مهمة جدا 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 إخواني، تسهل التفسير وتعطينا تفسيرا دقيق جدا 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 بإذن الله. هذا هو إخواني الكرام ما استطعت أن أجمعه لكم اليوم من معلومات حول رؤية أو سبب مجيء الميت إلى الحي، على أمل أن نلتقي بكم في فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله.